هاي يا جماعة، يا رب تكونوا كويسين. أخباركم إيه في البرد ده؟ تصدر النهاردة في التجمع الجو صقيع، يعني أنا لابسه بقى لا محشية هدوم بصراحة، مش عارفة باين عليا ولا لأ، بس لابسة الدولاب كله تحت والجاكيت أصلا ضخم قوي يعني. طيب النهاردة هنتكلم عن ترتيب الأبراج من الأكثر اندفاعا، يعني مين الأبراج المتهورة، مين الأبراج المندفعة، ومين الأبراج الحذرة جدا في تصرفاتها، واللي قبل ما بتتصرف أي أكشن بتفكر فيه كويس. ده سؤال الحلقة، يعني مين أكتر 3 أبراج مندفعة اتعاملتوا معايا ومتهورة، يعني بيندفعوا كده وبيجروا، ومين أكتر 3 أبراج، مش عارفة الموبايل ماله، مين أكتر 3 أبراج حذرة وبتاخد بالها وبتركز جدا جدا في تصرفاتها. أوكي، ده سؤال الحلقة واحنا هنتكلم. طبعا كالعادة يا جماعة بليز عايزاك كلكم تقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، وانتوا برج ايه، عشان حابة اعرف الناس اللي بتتابعني بتتفرجوا عليا من فين. طيب يبقى سؤال الحلقة، مين اكتر 3 أبراج مندفعة ومتهورة اتعاملتوا معايا، ومين اكتر أبراج حذرة، يعني أبراج بتخلي بالها من تصرفاتها وعندها حذر في تصرفاتها الى اقصى درجة. خلينا نبتدي بالأبراج الحذرة. نمبر 1، أكتر برج متهور، أكتر برج مندفع، أكتر برج مش حذر إطلاقا إطلاقا على الإطلاق. تخيلوا هيجي برج إيه، مين أكتر برج مندفع يا جماعة؟ في برجين ده هما الاتنين نفس النوعية، أنا في برجين محتارة ما بينهم والله العظيم، عارفين أنتم محتارة أختار مين فيهم، هما شايفاهم مرتبة الـ12 مع بعض، بيتنافسوا على المرتبة الـ12. هقولهم لكم الاتنين مع بعض اللي انا شايفاهم نفس الدرجه، حمل وقوس. حمل وقوس اكتر 2 مندفعين ومتهورين ومفكروش كويس، ويعني بتعصبوا سهل استفزازهم، يعني انت ممكن تطلع الرينج بتاعهم بسرعه قوي، فسهل استفزازهم، سهل تعصبهم، سهل تطلعهم برا المود، عصبيين متهورين مندفعين بيتخانقوا على طول، فدول اكتر ابراج مش حذره في تصرفاتها. لو انا اقول مين المرتبه الـ12 يبقى حمل 12 11 قوس. اوكي طيب قولوا لي مين تتخيلوا مين في المرتبه الـ9، يعني مين اكتر برج برضو معلش يا جماعه عشان بس جات لي مسج، برج متهور وحذر برضو مش حذر خالص، برج الجوزاء. جوزاء برضو مندفع شويه، متهور، فكرش كويس، بي جامب انتو ذا، يعني سهل متهور ومش حذر في تصرفاته قوي، ما بيفكرش كويس، اهم حاجه بيمشي انتو ذا مود، يعني الدنيا ماشيه ازاي انا ماشي معاهم. يبقى اكتر 3 أبراج مندفعه ومتهوره حمل قوس جوزاء، مش حذره في تصرفاتها. نيجي بقى للمرتبه اللي هي ايه، اقل شويه، يعني حذره شويه، بتفكر شويه، في بقى ايه جزء من التفكير كده، وبتبدأ يعني ايه، لا بتفكر شوية بقى، مش مندفعة قوي. يعني ميزان يا جماعة بيفكر كويس، هو متهور ولما بتشعنونه بتطلع ويطلع في دماغه حاجة هيعملها بس هو مش حذر قوي، وفي نفس الوقت مش متهور قوي، مش زي الميزان، مش زي الحمل، مش متهور زي الحمل، ومش حذر زي الأبراج اللي احنا هنقول عليها في الآخر. قولوا يا جماعة انتوا متفقين معايا ولا لا، ولو حد معترض او عنده اعتراض او عنده مشكلة في الموضوع يكتب لي تحت وليه، وقولوا لي مين اكتر 3 أبراج حذرة اتعاملتوا معاها، ومين اكتر أبراج مندفعة ومتهورة. اوكي فيا رند، طيب بعد الميزان هيجي برج من الأبراج يعني خلاص، يعني احنا كده بقينا في الناس الوسط بقى، اللي هم ايه يعني بيعرفوا يمسكوا العصاية من النص، ولا هم حذرين قوي ولا متهورين قوي، هيجي في المرحلة اللي في النص. يعني احلى تحية لبرج الاسد. الاسد خلاص هو شخص وسطي كده، ولا هو حذر قوي ولا هو متهور قوي، يعني الاسد برضو سهل يتعصب وعصبيته وحشة، ولما بيتعصب بيتجنن، وفي نفس الوقت هو حذر برضو، بس هو مش من اكثر الابراج حذرا، في ابراج تانية حذرة اكتر منه بكتير جدا جدا جدا. طيب يا جماعة قولوا لي انتوا برج ايه، وبتحس ان انت شخص متهور ولا شخص مندفع، احكوا لي انتوا بتحسوا نفسكم متهورين ولا مندفعين، يعني انتوا تحليلكم لنفسكم ايه. في حد بيسالني سؤال غريب قوي يا جماعه، بيقول لي انت برج ايه، يعني انا مش هرد، انا ده معناه ان الشخص ده جديد عندي ومش بيتابعني. طيب بيجي بعد كده من الابراج برضو في مرحله في النص، يعني بس هو بجنون برضو شويه، برج الدلو.
برج الدلو من الابراج اللي هو في مرحله في النص، ولا هو مندفع قوي ولا هو حذر قوي، يعني هو بيفكر، بيفكر كويس. وعلى فكره برج الدلو من الابراج العميقه، الابراج الذكيه اللي تفكيرها شغال على طول، ان عندهم دماغهم شغاله يعني. فبرج الدلو في منطقه متوسطه، ولا هو متهور ومندفع ويعني بيجري، بس برضه هو لما بتطلع حاجه في دماغه بيعملها وما بيهتمش باراء الناس، كل ده موجود، بس هو بيفكر يعني، في جزء تفكيري، بيخاف على منظره برضه، تنك شويه وشايف نفسه شويه، فبيخاف على الايمج بتاعته، فده اللي بيخليه يتراجع عن التهور. يعني التانيين الجوزاء ما يهموش اي حد، هيعمل اللي هو عايزه بسرعه. الاسد كذلك، الحمل، الناس دي لا ما بيهمهمش حد، اما الناس دي بقى بتبدا تفكر في منظر الناس حواليها، بتفكر كويس. طيب خلاص وصلنا بقى للتوب 6 اللي هو مين اكتر الابراج الحذره اللي بتفكر كويس جدا قبل ما تاخد اي تصرف، اللي يعني لا they really think about anything. هيجي في المرتبه السادسه برج السرطان. برج السرطان من الابراج اللي بتفكر كويس، الابراج العميقه، الابراج اللي مش سهل، مش سهله الاندفاع، مش سهله الحماقه، مش سهله ان هو يعملوا حاجه من غير ما يفكروا. بس انا ليه ما حطيتهوش في مراكز متقدمه قوي؟ لان السرطان ايموشنال، فممكن مشاعره تتحكم فيه، فممكن يعمل تصرف هوجائي بسبب عاطفيته، بسبب يعني مشاعره، بسبب يعني ان هو بيفكر اكتر بعاطفته. فناس دايما بتفكر بعاطفه ممكن يكونوا مندفعين شويه. طيب بعد كده هيجي برج اخوه برضو في الرضاعه، برج الحوت. برج الحوت يجي في المرتبه الخامسه. الحوت برضو من الابراج الحذره، من الابراج اللي بتفكر كويس، من الابراج مش متهوره اطلاقا، بس الحوت برضو ايموشنال، فلو حاجه حصلت يعني هو سنسيتيف كمان، حساس زي السرطان، فلو حاجه بسيطه حصلت معاه ممكن تخليه يتهور ويتعصب بسبب حساسيته، وبسبب ان هو شخص عاطفي وعواطفه اللي بتتحكم فيه. طب وصلنا بقى يا جماعه للتوب 4، اكيد انتوا خلاص عرفتوهم مين هم الابراج الاكثر حذرا، اللي بتحذر كويس قوي في تصرفاتها، ومش مش مندفعين، مش متهورين، مش بيرموا نفسهم في النار يعني. طيب في المرتبه الرابعه هيجي برج فكروا كده كويس، هيجي برج ايه؟ تن 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 تن. يعني طب قولوا لي مين اكتر تلات ابراج حذره يعني، وبتحذر وبتفكر كويس قوي، ما بتجريش في تصرفاتها، اتعاملتوا معاهم. طيب في المرتبه الرابعه هيجي، انا محتاره يا جماعه، هم الاربعه دولت برضو حذرين بصراحه، يعني انا محتاره ارتبهم، بس كاتبه الابراج قدامي عشان يعني الاربعه اللي فوق ترتيبهم انا مش عارفه اختار مين فيهم يعني. طيب في المرتبه الرابعه هيجي برج لا هيجي برج جزاء. ها المرتبه الرابعه مين؟ هيجي برج الثور. برج الثور من الابراج الحذره جدا جدا جدا، الاكثر ابراج حذرا، اللي بيفكر كويس قوي، كل حاجه بيحسبها بعقله، ما مش مش مشاعره اللي بتتحكم فيه. بس انا ما حطيتش الثور في التوب 3 لان هو سنسيتيف شويه، حساس شويه، فممكن حساسيته تخليه، والثور برضو لما بيتعصب بيبقى صعب جدا يعني، الثور هو صبور وكل حاجه بس عصبيته صعب السيطره عليها، فانا ما حطيتهوش في الابراج الاكثر حذرا لانه ممكن يندفع لو اتعصب بقوه يعني. طيب في المرتبه خلاص وصلنا للتوب 3 في الابراج الاكثر حذرا، هم الثلاثه بالنسبه لي نفس الدرجه يعني، مفيش واحد فيهم اعلى من الثاني. في المرتبه الثالثه هيجي برج العقرب. برج العقرب برضو من الابراج الاكثر حذرا، ان هو شخص شكاك جدا وما بيثقش في الناس بسهوله، وبالتالي بيبقى عنده حته الشك في اللي قدامه دي، ودايما شكك، حاسس انا اشك اذا انا موجود. فبرج العقرب من الابراج الحذره جدا اللي بتاخد حذرها كويس، لان هم شكاكين، بيخافوا على نفسهم، مش خايفوا على الناس اللي بيحبوهم، بروتكتيف جدا. هو برج حذر، برج بيخاف، برج مش مندفع، مش متهور، برج صبور، برج بيتعلق بالشخص اللي قدامه مش بيسيبه، فهو برج حذر جدا جدا جدا. طيب توب 2 طبعا انتوا اكيد عرفتهم، هم برجين ترابيين، هما الاثنين انا شايفاهم برضو نفس الليفل في الحذر بتاعهم، وهما الجدي والعذراء.
الجدي والعذراء هم من اكثر الابراج حذرا، من اكثر الابراج اللي بتفكر بعقلها، اللي بتاخد بالها برو اكتيفلي اللي بيحصل قدامها، او يعني اللي يعني بيفكروا بطريقه منطقيه، بيبلانوا كويس، ما بيعرفوش يمشوا بطريقه هوجائيه، بيخافوا على نفسهم، بيخافوا على تصرفاتهم، بيخافوا على منظرهم قدام الناس، فهم منظرهم قدام الناس مهم جدا بالنسبه لهم، فهم ابراج حذره، ابراج شكاكه كمان، الاثنين شكاكين جدا، الاثنين مش سهل يثقوا في الناس، ما بيدوش ثقتهم في اي حد بسرعه، مش متهورين، الا ان العذراء ممكن يكون اكثر تهورا شويه من الجدي، يعني ايه العذراء ممكن يكون مندفع شويه عن الجدي، بس هما الاثنين صبورين، هما الاثنين بيفكروا كويس، هما الاثنين عقلانيين، هما الاثنين المنطق عندهم شغال. يبقى الابراج الاكثر حذرا على الاطلاق ثلاث ابراج هما عذراء، جدي، وعقرب، وتور. يعني بصوا هما الاربعه نفس الدرجه على فكره، والابراج المندفعه جدا جدا هما برج الحمل، القوس، الجوزاء. قولوا لي بقى بتتفقوا معايا ولا مش بتتفقوا معايا، وقولوا لي بصوا هي صفه كويسه. يعني انا بحب ان انت تكون، يعني انا مش بحب التهور، مش بحب الاندفاع، يعني بحب الشخص اللي يفكر كويس قبل ما يتصرف يعني. بس طبعا هي تبقى حاجه ممله قوي لو انت بقى مش متهور، يعني احيانا كده لازم تتجنن، احيانا كده لازم تعمل تصرفات مش اكسبكتد، احيانا كده لازم تعمل حاجه بره نطاقك، بره الكنترول بتاعك. بس هي ده الترتيب اللي انا كنت حبيت اشارككم فيه. قولوا لي بقى تحبوا نرتب الابراج ايه. طيب في حد يقول لي رشا برج الاسد مش متهور، انا قلت الاسد ما هو في النص، يعني اسد ودلو هما الاثنين في النص بالظبط، اسد ودلو. ناس كتيره بتقول لي الدلو متهور، لا الدلو مش متهور خالص، واي حد يقول ان الدلو متهور يبقى هو مش فاهم الدلو صح. الدلو بيفكر كويس قوي، الدلو شخص عقلاني، يمكن اكتر شخص عقلاني، بيفكر بالمنطق، بيفكر بعقله، وذكي جدا. الابراج الهوائيه هو برج الدلو، فبرج الدلو مش شخص متهور ولا مندفع، هو مودي صح وكل حاجه، بس هو مش لا هو بيفكر بعقله وقلبه الاثنين مع بعض، بس هو يكاد يكون بعقله اكتر كمان الدلو. حمل انا مندفع جدا طبعا، مرهوي ده الحمل مندفع بشكل غريب. يعني ممكن تقول لنا رون وروس نعمل لكم حلقه عن الميك اب، انا حاطه فول ميك اب صح عشان خارجه، يعني عشان الشيكه دي ليها سبب برضو. لا انا هخلص اللايف وخارجه، يعني الجو برد جدا جدا برضو، مش عارفه ليه يا جماعه الدلو ده انتوا بتشكوا فيه. يعني لا الدلو شخص عقلاني بيفكر بعقله، مش عاطفي، مش اتاشت، ما بيحبش يبقى اتاشت. هما اكتر، انا اتحدى اي حد بيفهم في علم الابراج ما يقولكش ان اكتر ثلاث ابراج مندفعه ومتهوره وما بتاخدش حذرها في التعامل مع الناس اكتر من الحمل والقوس والجوزاء. شكرا، بحبكم جدا جدا. قولولي بتفرجوا عليا من مدينه ايه وانتوا برج ايه. بشكركم، باي، مع السلامه.